قصة نجاح جديدة ورجل أعمال مستثمر في مجال المصاعد في عدة دول عربية، له البصمة الواضحة على الشارع القطري ويشهد له القاسي والداني في هذا المجال، له الخبرة الكافية في دولة قطر وترعرع أيضا في هذه الدولة. رحبوا معي بالمهندس محمد فياض المدير العام لشركة راما للمصاعد. في البداية أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك أخي الكريم، وأهلا بكم في مقر الشركة في قطر ونورتونا إن شاء الله تعالى. جميل جدا. يعني مهندس محمد فياض، أكيد لكل إنسان له بداية في هذه الحياة. نتحدث أولا عن مسيرة حياتك العملية والعلمية، كيف كانت البدايات في مصر؟ أين ترعرعت في مصر؟ وأين ولدت؟ وايضا اين درست في مصر؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه انا اشكركم جدا على استضافتنا في هذا البرنامج الراقي، ويعني اقول يعني ان شاء الله تعالى انا بدات في ارياف مصر. ارياف مصر؟ نعم نعم. قريه اسمها قريه صبيح، مركز هي محافظه الشرقيه، يعني ارياف بعيده عن المدينه، ولكن التعليم كان معهد الكترونيات، وبعد الانتهاء من التعليم سافرت إلى السعودية كمثل أي شاب يبحث عن فرصة عمل لتكوين حياة جديدة. نعم. من خلال السفر إلى السعودية اشتغلت في شركة خاصة بالمصاعد وتعلمت كيفية تركيب وصيانة المصاعد وتقدمت فيها بشكل طيب لمدة 3 سنوات. جميل. دعنا نستوقف عند هذه النقطة. دعنا نعود إلى الوراء أيضا. نعم. قليلا جدا. يعني درست في مصر في اي جامعه سيدي؟ انا درست معهد الكترونيات في الزقازيق. جميل جدا. نعم. وثم انتقلت الى مجال المصاعد. انت ايوه نعم. اي سنه خرجت؟ خرجت من مصر سنه 91 الى السعوديه للبحث عن فرصه عمل. يعني خرجت للبحث عن فرصه. نعم. اعزائي المشاهدين، يعني نستوقف عند هذه الكلمه، خرج من مصر للبحث عن فرصة عمل، والآن هو يملك عدة شركات، ونحن نقول من جد وجد ومن صار على الدرب وصل. أكمل سيدي تفضل. يعني بعد ما أنهيت مدتي في المملكة العربية السعودية نزلت إلى مصر وبدأت من الصفر لإنشاء شركة اللي هي الحالية شركة راما للمصاعد. نعم. تم إنشاء الشركة في مدينة الزقازيق، وطبعا كمثل أي شركة جديدة بتعاني كثيرا من الانتشار والوصول إلى العميل. نعم. ولكن بفضل الله تم التواصل، وخلال سنوات قليلة أنشأنا 5 فروع في مصر، هي الزقازيق والعاشر من رمضان والتجمع الخامس
والشروق وميت غمر. جميل. هذه فروع تم إنشاؤها خلال الخمس سنوات الأولى للشركة، وأنا بطبيعة عملي أحط خطة لكل خمس سنوات للشركة للصعود إلى مرحلة أخرى. جميل. بعد الفترة دي بدأنا نتطلع إلى العمل خارج مصر، فكانت الرؤية أن نعمل في قطر. نعم. على أساس أن قطر داخل يعني بداية كأس العالم وفيها مشروعات ما شاء الله ضخمة واستثمارات ضخمة واستقرار سياسي واستقرار أمني. نعم. فهذه الأشياء تؤدي إلى نجاح الاستثمار بشكل سريع. جميل. عندما وصلت إلى قطر سنة 2014، بداية 2014 كانت البداية، وأيضا بدأنا من الصفر حتى تنشئ شركة في مثل هذه الدولة الضخمة. نعم. صاحبة الاستثمارات الضخمة. نعم. يجب أن تكون أصلا أنت رأس مالك ضخم. نعم صحيح أحسنت. وبدأت من تحت الصفر وكونت هذه الشركة. نعم كوننا الشركة ولله الحمد خلال فترة وجيزة سنة ونصف الشركة تقدمت في أعمالها، وخلال ثلاث سنوات قررنا فتح شركة أخرى في جميل. نفس المجال. يعني هناك نجاح في هذه الشركة، هناك مشاريع تم أخذها من خلال هذه الشركة. بالطبع. نعم. جميل. نعم. وكنا حريصين جدا جدا على أن ندخل بمنتج كويس راقي، وأن نكون متميزين في صيانة ما بعد البيع. جميل. وأن نحقق جميع وسائل الأمان الخاصة بالمصاعد. طبيعة العمل في هذا المجال في دولة قطر تشجع على هذا، يعني جميع المؤسسات تخدم على الكفاءة في المنتج والكفاءة في التركيب. نعم. ووسائل الأمان. جميل جدا. يعني مهندس محمد فياض، يعني تحدثنا عن بدايتك في السعودية، في أيضا تحدثنا عن مراحل الدراسة في مصر، وثم انتقالك إلى السعودية، ذهبت لتبحث عن فرصة عمل، وثم انتقلت إلى دولة قطر. أي سنة دخلت هذه الدولة؟ سنة 2014. من 2014 دخلت. نعم. دولة قطر ومن أجل تأسيس شركة في هذه الدولة. نعم. ولكن يعني كانت هناك معاناة في بداية الاستثمار. كانت المعاناة كيفية إثبات وجودك في هذا السوق الضخم الكبير، أن تثبت ويكون لك بصمة واضحة. نعم. نعم. حتى تنتشر وتحصل على العميل، لأن المنافسة شديدة جدا والمتطلبات المالية شديدة نظرا للاستثمارات الضخمة. نعم. فعانينا كثيرا، وتم وغالبا خسرت كل رأس المال خلال أول سنة بالفعل، وثم نهضت من جديد. نهضنا من جديد، ضخيت رأس مال جديد ونهضنا من جديد بمساعدة شريكي الشيخ حمد بن عبد الرحمن آل ثاني. نعم. فيعني الأمور بدأت تستقر بعد سنتين، والشركة حققت الحمد لله نجاح ملحوظ، وبالفعل أنشأنا شركة أخرى في مجال المصاعد باسم آخر، حتى يكون لك من السوق قطعتين بدل أن يكون لك قطعة واحدة. جميل جدا. يعني هناك شركة أخرى. نعم. باسم آخر. نعم بنفس الشركاء. يعني بنفس الشركة. أي. نتحدث عن هذه الشركة وأيضا ما هو الاسم لهذه الشركة. اسم الشركة جولد ستار للمصاعد، ومقرها في طريق سلوى. جميل جدا. نعم. جولد ستار للمصاعد. نعم. وتقدم نفس هذه الخدمة. نفس المنتج بس منتج آخر. منتج آخر. نعم. جميل. يعني رجل الأعمال والمستثمر المهندس محمد فياض، نتحدث عن شركة راما للمصاعد، هي الشركة الأم لهذه الشركة. نعم. نعم. هي الشركة الأولى في مجال المصاعد في دولة قطر، وحققت إنجازات عظيمة يعني بخلال فترة بسيطة داخل هذه الدولة. نعم. نتحدث عن أهمية الخدمات التي تقدمها من خلال هذه الشركة، وأيضا نتحدث عن أنواع المصاعد وماذا تنصح الزبائن في هذا الموضوع. تفضل. يعني بداية، هو موضوع المصاعد موضوع كبير وفنيا معقد شوية، لذلك الحديث فيه يتطلب يعني وقت، لكن باختصار المصاعد تقسم إلى أقسام: مصعد كهربائي ومصعد هيدروليك ومصاعد بغرفة ماكينات ومصاعد بدون غرفة ماكينات. جميع أو 90% من المصاعد الموجودة في قطر خاصة بالفلل والسكن الموجود للأفراد، وباقي أو تقريبا 10% خاصة بالتورات والأشياء الأخرى والمباني السكنية. نعم. أو ممكن نسبة تكون مختلفة قليلا يعني. جميل جدا.
رجل الأعمال والمهندس محمد فياض، يعني من خلال برنامج رواد النجاح، والآن يشاهدك الملايين عبر هذا البرنامج في الوطن العربي، شو بتحب توجه بطاقة شكر واعتزاز إلى سمو الأمير الوالي وأيضا إلى الشيخ تميم عبر هذا البرنامج؟ والله أتوجه بخالص الشكر والدعاء لسمو الأمير الوالد وسمو الأمير تميم، ربنا يبارك في عمرهم جميعا على التطور السريع ويعني استقطاب رجال الأعمال المستثمرين، وطبعا الخدمات الصحية واللوجستية والخدمات الموجودة في دولة قطر يعني شيء رائع جدا جدا. والسماح طبعا كما أوضحت من قبل أن الرأس المال يبحث عن الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، نعم، ما في استقرار أمني ما في استقرار سياسي لا يوجد استثمار، وقطر تتمتع أيضا في الأمن والأمان. نعم بالطبع، أكيد أكيد طبعا. جميل. المهندس محمد فياض، يعني وأنت لك الباع الطويل في هذا المجال، مجال المصاعد، وعملت في هذا المجال منذ سنوات طويلة ولك الخبرة الكافية في هذا المجال. السؤال هنا في مجال المصاعد، هل ترى أن هناك تطور واضح وملموس في هذا القطاع؟ هو طبعا هناك تطور واضح وملموس، وقطر من الدول التي حتى الآن تحافظ على الجودة في مجال المصاعد. أنا عملت في أكثر من دولة وسافرت أكثر من مكان خاص بالمصاعد، ما زالت قطر تحافظ على الجودة والأمان في مجال المصاعد. هناك دول كثيرة تنازلت عن الكثير من وسائل الأمان في المصاعد نظرا لتدني الأسعار، التنافس في السعر يؤدي إلى هبوط شرس في وسائل الأمان، نعم. وهذا خطورة شديدة جدا، وقطر من الدول التي تحافظ على الجودة، وأشغال بتستلم المصاعد، والدفاع المدني بيستلم مننا المصاعد، واستلام يعني قوي جدا جدا يعني. جميل جدا. المهندس محمد فياض، ما هي خططكم المستقبلية لمجموعة شركة راما؟ هو حقيقي كما وضحت من قبل أن الشركة لها خطة كل من 3 إلى 5 سنوات لابد أن يكون هناك خطوة جديدة، فالخطوة القادمة إن شاء الله فتح استثمارات في تركيا، وبالفعل بدأنا في من فترة 6 شهور بدأنا العمل فيها وأنشأنا الشركة في تركيا، ولكن حتى الآن لم نبدأ في التفعيل الشركة. وأيضا في السعودية نبدأ إن شاء الله بشراكة مع شريك سعودي، نعم، في الدمام إن شاء الله تعالى بإذن الله. يا سيدي أول شيء موفق، ربنا يكرمك. تفضل. هو فرع عمان إحنا افتتحناه تطويرا للعمل في الشركة في 2017، نعم 2017. الحمد لله، فهو بنفس اسم الشركة بنفس المنتج، وحققنا الحمد لله يعني أعمال طيبة جدا جدا في عمان.
هل من كلمة أخيرة قبل نهاية هذا البرنامج بتحب توجهها إلا من تحب والآن يشاهدوك يعني عبر هذا البرنامج ومتابعين هذا البرنامج، هل من كلمة أخيرة بتحب توجهها؟ يعني الكلمة الأخيرة أوجهها لحكومة دولة قطر، يعني أشكرهم شكرا جزيلا على تسهيل الاستثمار، وفعلا بالفعل يعني من الدول المتميزة جدا جدا في الاستثمار. أوجه أيضا الكلمة الشكر لجميع الشركات التي نتعامل معها في مجال المقاولات. شو بتحب توجه أيضا رسالة إلى رجال العمل؟ هل الشركة قادرة وتستطيع أخذ مشاريع كبرى؟ توجيهك إلى من يشاهدك. يعني احنا الشركة بنطمن عملائنا والجدد والمرتقبين إن شاء الله أن الشركة على استعداد تام لتحمل مسؤوليتها في جميع المشاريع، ولدينا مخازن خاصة بالشركة يوجد بها عدد من المصاعد، والشركة الوحيدة التي كانت لديها بضاعة في أزمة كورونا في على مستوى قطر هي شركتنا. لدينا مش لا يقل عن 30 وحدة مصاعد موجودة في الستور تحت التنفيذ. جميل. لدينا فريق من الفنيين من جميع الشركات الموجودة العالمية، يعني من الشركات المنافسة الكبيرة عندنا يعني فنيين 35 طقم فني شغالين يعني أوقات رائعة جدا، وعندنا سرعة في الأداء وجودة في وإتقان وجودة إن شاء الله تعالى. جميل جدا. يعني دائما نقول للتميز عنوان. شو الإشي اللي ميزكو من خلال عملكو؟ هو التميز عندنا محصور في نقطتين. هو غالبا الشركات كلها بتشترك في كتير من المميزات، ولكن التميز عندنا في سرعة أداء المهام، الجودة في التركيب، البراند اللي احنا بنشتغل فيه، احنا بنشتغل أكتر من براند، فعندنا خدمة ما بعد البيع، خدمة على مدار الـ 24 ساعة. تمام. عندنا اختيارات للعميل كبيرة جدا جدا، عندنا حل للمشكلات، الأماكن التي ليس فيها أماكن للمصاعد من الشركات المتميزة جدا في حل المشكلات، مساحات المصاعد خارج المكان، ونفذنا بالفعل الكثير من هذه المشروعات. جميل جدا. المهندس محمد فياض، يعني نحن نقول وراءك الرجل عظيم امرأة، أكيد يعني زوجتك كانت داعمة لك في مسيرة عملك وفي مسيرة حياتك، وماذا لديك من الأولاد والبنات؟ طبعا زوجتي معايا من البداية، ربنا يكرمها ويبارك في عمرها، وطبعا لا أنسى فضلها بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولدي من الأولاد 5، عبد الله وإسراء وسلمى وأبرار ويوسف. الله يحفظك يا رب. الله يكرمك حبيبي. احنا سعيدين انك كنت ضيفنا على هذا البرنامج وفي هذه الساعة التلفزيونية وفي هذه الحلقة التلفزيونية، الحلقة الخاصة بهذه الشركة، شركة راما. احنا نتمنى لك اولا التوفيق وكل الدعم الإعلامي لك سيدي. اعزائي المشاهدين، مشاهدين هذا البرنامج، برنامج رواد النجاح، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رجل الأعمال والمستثمر المصري الذي بدأ عمله منذ عام 1991، بدأ عمله وأيضا استثمر في عدة شركات داخل هذه الدولة وخارجها من في قطاع المصاعد. تتميز شركة راما للمصاعد بتشكيلاتها المتعددة والكثيرة في اختيارات العملاء للديكورات، كما ترون في الخلف بعض الديكورات وبعض النماذج التي يختارها عملاء شركة راما للمصاعد عند توقيع العقود. شركة راما للمصاعد تقدم خدمة ما بعد البيع، وتهتم أكثر بما بعد البيع، لأن رحلتنا مع العميل لا تقتصر عند توقيع العقد، بل هي تبدأ من بداية توقيع العقد. تمام. في مرحلة التوريد يجب أن يكون التوريد كما تم الاتفاق عليه مع العميل، وفي مرحلة ما بعد الانتهاء من الأعمال يجب أن يكون المتابعة الدورية بشكل عام مع قسم الصيانة والأعطال. تمام. بحيث
يكون هناك فيدباك دائما من العميل للشركة حتى نتميز دائما. يجب أن نأخذ آراء العملاء بصفة دورية. شركة راما للمصاعد مستمرة، يعني كما بدأنا من 10 سنوات نحن مستمرين في السوق القطري وفي السوق الخليجي وفي كل سوق يتميز بسهولة الاستثمار، ونأمل بأن تكون جميع الدول العربية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي كدولة قطر في تسهيل الاستثمار بشكل عام، وإن شاء الله مستمرين معكم يعني كما نقول إلى ما لا نهاية. وزي ما عودنا عملائنا أن في تطور عندنا في الشركة، ولسهولة اختيار العميل ورؤية العميل للمشاريع اللي احنا نفذناها في أرض الواقع، جبنا العميل شاشة. الشاشة احنا بنعرض المشروع اللي بالفعل مثلا العميل محتاج مشروع مثل هذا، لازم العميل يشوف المشروع كيف الفينيشينج بتاعه. فالعميل عندنا يقف أمام الشاشة ويرى المشروع كما هو الآن. موضح أمامكم.